اللي كوفوند، واللي ضائع هو ضائع الشعب. لازم تعرفوا هذه الحاجات، لأنك السكوت أنكم قابلين الموت، قابلين الموت بدل ما تقبلوا الحياة. ما تسمعوش هذو رجال الدين خباف اللي راهم موافقينهم فيها، راهم كبروا لهم كروشهم بالشاك. avec les chèques qu'il leur donne، يا تتكلم لو تتكلم ما تاخذش الشاك. هذو رافين، رافين مذلة وقابلين على نفوسهم، رغم ان الدين ان جامي دي تسكت على الطاغي، انك تسكت على السراق، انك تسكت على النحاب وتخليها وتوكل ربي. نعم، المحاسبة في الأرض، محاسبة في الأرض، لكن في يوم الآخرة كل واحد يتعلق برجله. لكن في الدنيا كل واحد يأخذ حقه، والشعب له حق يأخذه. هذا اللي بيتنقوله لأخوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت بغي نوضح في هذا الموضوع.